حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في هذه الحلقة نأخذكم مجددا إلى سوريا. سوريا، هذا الجرح النازف وحمله شعراؤها حقيبة أمل في قلوبهم، يأملون من خلاله أن يتنسموا فجر الحرية وأن يكون قريبا لا بعيدا. في هذه الحلقة اسمحوا لي أن أرحب بالنيابة عنكم وبالأصالة عن نفسي بالشاعر حذيفة الجابري من سوريا. أهلا بك حذيفة معنا في بيت القصيد. حياك الله أستاذ مصطفى، أنا سعيد بك وسعيد بهذا اللقاء جدا. أود أن أتوجه بالشكر بداية لقناة الرافدين ولهذا البرنامج الجميل، برنامج بيت القصيد، وحياك الله. أهلا بك حذيفة. دعنا نتحدث بالبداية عن فكرة الألم في نفس الشاعر حينما يحمل الألم معه في حقيبة، راحلا عن مدينته، عن بلده، عن وطنه الأم. كيف يمكن لهذه القصيدة أن تكون حينما تعتمل بها كامل هذه الجملة من الأحزان؟ والله أستاذي، أنا أجد أن أنا من الشعراء الذين لا يكتبون إلا إذا استفزوا. نعم. إلا إذا استفزت قريحتهم. فلذلك أرى أن الألم، وخاصة بالتحديد هذا الألم، من أكثر ما يستفز الشاعر. فلا بد عندما يكون هنالك دافع ومحفز للشاعر لكي يكتب، وأن يكون مثل هذا المحفز وهو الغربة والبعد عن البلاد والأهل والوطن، لا شك أن ستكون القصيدة ذات قيمة عالية. نعم. طيب، إذا أردنا أن نتحدث الآن عن فكرة هذا الألم وكيف استطاع أن يشكل جانباً من روح الشاعر حذيفة الجابري بشكل عملي، كيف كان تعاطيك مع هذه الآلام بحيث خرجت من خلالها بشيء من الأمل وهو القصائد التي تكتبها؟ والله حقيقة أستاذي، هذا الموضوع ذو شجون. نعم صحيح، ذو شجون مزعج. صحيح، يحملك أحيانا إلى بعض ذكريات في الرقة التي تحبها؟ طبعا، هو هذا المحفز الأكثر تأثيرا على نفسية الشاعر. حدثنا عن هذه المدينة في نفسك. مدينة الرقة هي مدينة تراثية، يعني تعطيك طابعا تراثيا قديما. نعم. في هيئتها، في الثيم العام لها، في شوارعها وأزقتها. هي كما تعلم هي مدينة قديمة، يعني من العصور العباسية. أكثر ما يميز أهل الرقة باعتقادك وأنت منهم؟ أنا أجد أن أكثر ما يميز أهل الرقة هو الجود والكرم. نعم هذه الشيمة يشتهرون بها. وأكثر ما يميز الجرح السوري ولا يمكن لك أن تنفك عنه أو أن تنساه، ما الذي يميز جراحكم؟ الجراح كثيرة صراحة يا أستاذي، ولكن لعل الدماء التي سالت هي أكثر جرح مؤلم. إن هذا من الأمور التي لا تستطيع تعويضها. من الأمور التي لا تستطيع تعويضها. هذا على ضفة الجرح، لكن على ضفة الأمل هناك أمور أيضا لا نحب تعويضها ولا نستطيع تعويضها، وهي الشعر. نريد أن نذهب إلى أولى القصائد. إلى القصيدة الأولى التي ستقرأها علينا. فلننطلق من دمشق. إلى دمشق إذن، وطنك ووطن كل حر. نعم، سأقرأ عليك ما لم يقله نزار قباني. تفضل. أفضلت. أقول: هذه دمشق وأهلي ها هنا ناحوا، هذه دمشق وأهلي ها هنا ناحوا، ما ثم إلا كؤوس الموت والراح. هذه دمشق مجددا. وهذه الكأس والراح، ما ثم إلا كؤوس الموت والراح. يا أحسن الأرض، هل للأرض معذرة لمتعبين ثووا في القاع فارتاحوا؟ الياسمين هنا أسطورة نسجت، مذ أن نشأنا وعطر الدم فواح. مشانق الشام جذلا حين تخنقنا، وللطغاة دساتير وألواح. وفي السجون ترى أرقام مبهمة، أولاك ناس وأجساد وأرواح. لا تعرف الأم من سكانها أحدا، أو لا تعرف الأم من سكانها ولدا، فليس إلا خيالات وأشباح. لا تعرف الأم من سكانها ولدا، فليس إلا خيالات وأشباح. ومذنبين ولكن دون ما تهم، شريعة الغاب والمسؤول تمساح. يا الله، لكم أهان بها الجلاد ويح دمي أختي، فهل لجروح القلب جراح؟ يا عليك إن شئت تنجو أن تقول لهم وجه ابن ناعسة حلو ووضاح. عليك إن شئت عليك إن شئت تنجو
أن تقول لهم وجه ابن ناعسة حلو ووضاح ليت الشآم. وجه ابن ناعسة حلو حلو ووضاح ليت الشآم وقد غابت أميتها عادت حصيدا إذا ساداتها راحوا. فلا ترى بعد ذاك العز خاضعة فلا ترى بعد ذاك العز خاضعة ولا المنابر يعلوهن نباح. أنا أقيم بك والصدر منك غدا للهرمزان وقومي فيك سياح. إني أذم تراب الشام عن حنق إني أذم تراب الشام عن حنق والقلب فيها برغم الظلم مداح. والقلب فيها برغم الظلم مداح. نعم. هذا المديح الذي يحملنا إلى قصيدة مسكونة بالوجع وفيها من الأمل ما فيها. إذا أردنا أن نقول لك ما هي رسالتك إلى دمشق التي تحب، ماذا عساك تقول في هذه الأوقات من أجل دمشق الوجع، دمشق الذكريات، دمشق المدينة العصية على الانكسار؟ أقول لا بد لليل من صبح يبدده أبدا. يعني يجب أن ننظر إلى الجانب المشرق. إلى الجانب المشرق. نعم. وهل ظل في المكان شروق؟ طبعا طبعا. ما الذي يعينك على التشبث بهذا الأمل؟ وهل هو موجود فعلا هذا الأمل؟ سنن الدنيا يا سيدي، أو سنن الدنيا، أو سنن الله عز وجل في الكون. لابد للحق أن ينتصر في الآخر، لابد للحق أن ينتصر. إن الباطل كان زهوقا. نعم، لكن هل ترى أن هذه السنة قريبة أم أنها لا تزال بعيدة على مد البصر؟ لعلها قريبة، ولكننا لسنا مطالبين بقربها أو بعدها، وإنما نحن مطالبين بالعمل لأجلها. مطالبون بالكفاح والعمل لأجلها. نعم. لديك صورة عن هذا العمل المطلوب؟ ما العمل المطلوب منا حتى نكون أكثر قربا من دمشق، أكثر قربا من كل وجع نتمنى أن ينتهي؟ نعم. ومن كل أرض نتمنى أن تتحرر. أنا يعجبني صراحة لتقسيم لي الشيخ البشير الإبراهيمي المكافح المناضل المعروف ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر. نعم. يقسم السياسة إلى قسمين، إلى قشور ولباب. فيقول أن مباشرة العمل السياسي بالأحزاب والتجمعات السياسية والتنظيمات السياسية إنما هذا هو القشور. هو قشور السياسة، وهذه هي الطريقة التي لا تجدي ولا تنفع، ونحن نجد الآن تأثير حقيقة هذا القول. وماذا عن الألباب؟ يقول هو أن لب السياسة هو استنهاض الوعي والعلم والقيم الأخلاقية والأدب واللغة العربية من ضمنها في 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 نفوس وضمائر الشعوب. أحسنت. نعم. أحسنت. وقد أثبتت تجربته الشيخ أثبت تجربته نجاحا معروفا يشهد لها التاريخ. أحسنت يا حذيفة، وأنت أثبتت نجاحك بهذه الإجابة الذكية. وخذنا إلى قصيدة جديدة. أحسنت. الآن ماذا ستقرأ علينا هذه المرة؟ ما رأيك أن نبقى في الشام؟ إلى الشام. نعم. ومن الشام وفي الشام دائما وفي بغداد وفي كل عواصمنا المكلومة. تفضل. صحيح. قصيدة بعنوان قف بالشام. قف بالشام. نعم. أقول قتالة اللحظ أم نفاثة العقد؟ قتالة اللحظ أم نفاثة العقد؟ أم سطوة الظبي أردت هيبة الأسد؟ أم سنة الله في الألباب ماضية بأنها في رحاب الحسن في صفد؟ ليت العيون التي في طرفها حور أصابها الدمع أو شيء من الرمد. ما زال تصرع ذا اللب العيون بلا وصاحب اللب مصراع إلى الأبد. ما زال تصرع ذا اللب العيون بلا وصاحب اللب مصراع إلى الأبد. ألقى علي الهوى ظلما بكلكله وكنت أحسبني فيه لذو جلدي. أغنت عن الفارس الرعديد لأمته لو أغنى عني شيئا في الهوى جلدي. الله، أعد هذا البيت. أغنت عن الفارس الرعديد لأمته لو أغنى عني شيئا في الهوى جلدي. قد كنت أحسبها تدنو وتحسبني أسلو ويحسبنا العذال في رغدي. الله، الله. قد كنت أحسبها تدنو وتحسبني أسلو ويحسبنا العذال في رغدي. فرأيها الخائن الكذاب مهجته وقلبي الرائد الكذاب للخلد. تواتر الحب في قلبي لها أبدا وحب باقي الورى قول بلا سندي. يا حادي العيس قف بالشام حيث سرت
يا حادي العيس قف بالشام حيث سرت منا القلوب بمرقال إلى النكد. يا حادي العيس عرج في أزقتها وأخبر الأمس فيها عن ظلام غدي. يا حادي العيس لو وردت عيسك من ماء الفرات فلن تظما إلى الأبد. وادخل إليها من الجسر القديم وزر حي الأماسي والمنصور في البلد. تلك الديار أجد الشوق دارسها لما تناءت وبث الروح في العمد. قد خلفتني قتيل الذكريات فما أبقت لنائبة وقعا على كبدي. ما إن عدلت بها أرضا وإن كرمت إذن فلا رفعت سوطي إلي يدي. يا الله. إذن فلا ظفرت نفسي بمنيتها قبل الممات وعشت الدهر في كمدي. فليتها إذ فدت زيدا بخارجة فدتك يا شام بالأموال والولد. فليتها إن فدت زيدا بخارجة فدتك يا شام بالأموال والولد. أنبئت أن ربيع الشام أعقبه سبع عجاف وأما الخضر لم تفد. وأن أركانها ظلما مقسمة منها الذي بيع أو للظالمين هدي. يا مفتي الناس سبعا جئت أسألكم فأفتنا لا عدمت الخير واجتهدي. يا مفتي الناس سبعا جئت أسألك فأفتنا لا عدمت الخير واجتهدي. عن اليتيمة والثكلى ومن قصفت بالطائرات بدت مدمية العضد. أو عن مرملة أو عن مشردة بدون مأوى عدا كوخ من الخضد. أو عن أميمة ذات الست إذ وئدت حرصا على الوأد لا حرصا على الولد. أو عن أميمة إذ أو عن أميمة ذات الست إذ وئدت حرصا على الوأد لا حرصا على الولد. يا الله. يا مفتي الناس مالي والوضوء فقد حفظت أركانه من سالف الأمد. حوادث اليوم تقضي أن تحدثنا مآثر السيف في بدر وفي أحد. الله عليك. حوادث اليوم تقضي أن تحدثنا مآثر السيف في بدر وفي أحد. أين الذي بحبال الله معتصم ممن تعلق حبلا حيك من مسدي. أين الذي بحبال الله معتصم ممن تعلق حبلا حيك من مسدي. أحسنت. إن السفيه إذا ألبسته برودا ظن الإمامة بالأثواب والبرود. آه والله. وقفت فيها النابغة يقول وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد ولكنها جاوبتني. أرسل أنا أقول وقفت فيها وما عيت لي أسئلتي وحدثتني حتى فتتت كبدي. وأخبرتني عن الرقة وعن حلب والشام أيضا وعن حمص. فقلت زدي قالت هوينك فالأحداث شائكة قالت هوينك فالأحداث شائكة يخوض في الغي فيها صاحب الرشد. قلت أخبريني ما في العمر باقية أنا الغريق فما خوفي من البرد. قلت أخبريني ما في العمر باقية أنا الغريق فما خوفي من البرد. فحدثتني وعبرات تلعثمها مما اعتراها ودمع بالهوان ندي. عن الذين بنا مروا على عجل كما السحابة إذ مرت على الجرد. وعلموا الروم إذ جاءت مجلجلة بأن حملتها ضرب من الفندي. السادة القادة الأبطال واحدهم فيه من البأس ما يغنيك عن مددي. لا يحتوي القبر ميتا من رجالهم ولا يخافون بعد الله من أحد. لا يحتوي الموت لا يحتوي القبر ميتا من رجالهم ولا يخافون بعد الله ولا يخافون بعد الله من أحد. ولا يعدون يوم الحرب ندهم فلا تنال العلا بالعد والعدد. قضوا ما صافحوا للظالمين يدا مدوا لكف الردى إذ جاءهم بيدي. قضوا ما صافحوا للظالمين يدا مدوا لكف الردى إذ جاءهم بيدي. وحدثتني عن طفل بلا بصر وميت دون ما كفن ورأس دون ما جسدي. وحدثتني عن شعب تقاذفهم أيدي الطواغيت من قطر إلى بلدي. وحدثتني عمن لم تعي أبدا أن الوحيد الذي قد راح لم يعد. يا الله. أو حدثتني عمن لم تعي أبدا أن الوحيد الذي قد راح لم يعد. وأخبرتني بأن الحرة اغتصبت بين السجون وما بالربع من أحد.
وحدثتني حديثا لا أبوح به حتى ألاقي وجه الواحد الأحد، حتى ألاقي وجه الواحد الأحد. وحدثتني حديثا لا أبوح به حتى ألاقي وجه الواحد الأحد. أحسنت يا حذيفة، على ما فيها من ألم، إلا أنها قصيدة معبرة فيها من الشجن ما يحث النفس المصابرة على مواصلة واستكمال مشروع الحرية رغم التضحيات الجسيمة التي يتكبدها الأحرار في مشوارهم نحو بوابة الشمس التي لابد عائدة. بعد هذه الوجبة الشعرية المملوءة بالحماسة الحقيقية حقا، لابد أن نستريح قليلا، ما رأيك؟ نعم، معكم بإذن الله. إذن مشاهدينا الكرام، نخرج إلى الوطن الأكبر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى قصيدة جديدة للشاعر السوري المميز حقا أنس دغيم، نتابع ومن ثم لنا عودة، ابقوا معنا. تب على قلبي فإني غارق في حسن ظني، طالما أن وتدنو فعساك اليوم تدني. كلما جئت إلي عاد قفر القلب ريا، وسمعت الروح تشدو طلع البدر علي. ما شد القمري إلا هاج دمعي فاستهلا، ليس قيسا كل من لم يحترق في نار ليلى. كم تجليت علي واحتواني منك نور، قائلا لي في عتاب يا حبيبا لا يزور. كلما النور تجلى قاب قلبي وتدلى، طار قلبي في سناه هاتفا أهلا وسهلا. كلما آنست نارا طار نحو النور قلبي، جذوة تحيي فؤادي إن تكن من طور ربي. زاد يا مولاي وجدي من تسابيحي وحمدي، لا تدعني يا حبيبي بين إقبال وصدي. يا حبيبا لا يراني حيث يرجو أن أكون، فاحفظ اللهم نفسي من ضلال وفتون. كل ما أبغيه وصل منك يدنيني إليك، أكبر الآمال عندي أن أرى بين يديك. بين بعدي واقترابي ما يشاء العاذلون، إن تكن حسبي فإني غالب في كل حين. غلقت كل المسالك غير باب ما يزال، قلت يا مولاي خذني، قال يا عبدي تعال. كل ما أخشاه قرب منك ينسيني أنيني في طويات الليالي واحتراقي وحنيني. أغنني يا رب بالحسنى وجملني بفضلك، أنت للإحسان أهل وأنا من بعض أهلك.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات ضيفنا هنا في الاستوديو معنا الشاعر السوري حذيفة الجابري. أهلا وسهلا بك حذيفة مرة أخرى. حياك الله أستاذ. حذيفة، حينما نتحدث عن شخصية عظيمة مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن بعض الرسائل التي صنفها كثيرون سلبية وصدرت يعني من هنا وهناك وفيها يعني ردود فعل قد تكون مبررة لأصحابها انطلاقا من الفكرة الأساسية وهي الغضب والثأر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي هو مدرسة الأخلاق الحميدة كما تعلم. إذا أردنا أن نتحدث عن من كان خلقه القرآن، فما الذي تستحضره في هذه اللحظات؟ والله تعقيبا على كلامك في البداية، العالم يشهد ويعلم، خاصة العالم الإسلامي، ما يسمونه تلونا بظاهرة الإسلاموفوبيا والعداء الذي تتزايد وتيرته بمرور السنوات ضد الإسلام. نعم. ويشهد العالم الإسلامي هذه الأحداث المتتالية، وكل المسلمين سمعوا بالإساءات الأخيرة للجناب النبوي عليه الصلاة والسلام. نعم. اللهم إلا الحياة لأنها لا تسمع، والعقارب لأنها لا ترى ولا تسمع. أحسنت. نعم. فلذلك أنا ما كتبت شيئا في هذا الإطار، ولكن جماعة أهل الأصول يقولون العام يبقى على أصله حتى يأتي صارف يصرفه إلى الخصوص. أحسنت. لذلك خذ هذه القصيدة، أنا كتبتها إبان الهجوم الإرهابي إذا صح التعبير على المسجد في نيوزيلندا الذي تعبير دقيق وصحيح، الذي قتل فيه قرابة 50 مسلم. نعم. نسأل الله أن يرحمهم ويتقبلهم في الشهداء. آمين. نعم. خذنا إلى تلك القصيدة إذن. أقول لابد أن نعود إلى الشام. تعد بشامك الغارات عدة، فيكملها غوي نيوزيلندا. أعد. تعد بشامك الغارات عدة، فيكملها غوي نيوزيلندا. وماذي أول الغدرات لكن عيون القوم يا خلي رمدا. يميني أراد بنا هوانا له من فعله رأي ومبدا. ولست ألوم من عادى صراحا، ولكن من طوى في الود حقدا. وليس بمفجع 50 ماتوا، فقد صرنا لناب الموت وردا. وما لك في الورى عرض مصان، وثأرك إن طلبت ولا اجتردا. وإن الأسد أجبن ذات ناب، إذا صار الزعيم لهن قردا. الله. أعد. وإن الأسد أجبن ذات ناب، إذا صار الزعيم لهن قردا. وإن السيف أنفع للأعادي من الحسنى، وإن صعرت خدا. وأعجب ما رأيت دعاة قوم، تروم لتلكما الضدين ودا. إذا باض الحصان بذات يوم، وأنجبت الضبا يا عمرو قردا. وأفرزت العناكب ماء ورد، ومن لبن السباع طعمت ودا. ومن لبن السباع طعمت مدا. فحينئذ يكون لك احتمال بأن تلقى البوار يجود وردا. الله. فحينئذ يكون لك احتمال بأن تلقى البوار يجود وردا. وردا. جميل جميل هذا المعنى. أحسنت أحسنت يا حذيفة. طيب إذا أردنا الآن أن نتحدث عن فكرة الوجع العربي الممتد على طول الخريطة الواحدة، باعتقادك هذه الأحزان، هذه المآسي التي تختلج في جسد الأمة وتعتمل وتعمل به منذ زمن، كيف يمكن لأبناء هذه الأمة أن يتخلصوا من كل هذه الأوجاع؟ ما الذي ينقصهم بحسب رأيك؟ ماذا يحتاجون؟ عودا على كلام الشيخ البشير الإبراهيمي، هو هذا لب المسألة ولب المشكلة، أننا نعالج القضية والمشكلة من القشور، وأننا لا ندخل في لباب المشكلة. نحن نحتاج بداية أن نعزز تمسك الإنسان العربي بهويته العربية، لأننا يعني أصبنا في مقتل من هذه النقطة. أنت تعلم الحملة التغريبية للكلمة وللغة العربية وللثقافة العربية. نعم. و
التغريب، التخلي عن الهوية، الانسلاخ من العربية ومصطلحاتها واستحضار بعض المصطلحات الأجنبية ومحاولة تعريبها أو دمجها بالعربية لملء اللغة العربية بالكثير من الشوائب. هو اللغة العربية تحتمل الكثير من المصطلحات، ولكن محاولة إقحامها بالشعر أو ببعض يعني ألوان الخطابة ربما يسيء للغة ولا يخدمها. أحسنت في هذه الفكرة، تقصد التمسك بالهوية ألا وهي هوية اللسان. نعم. الذي يجمعنا جميعا. نعم. غير هوية اللسان، ما الذي يحتاج إليه المواطن العربي حتى يقوم من غفلته ويحقق كل ما يتمنى تحقيقه أو ما يرجو تحقيقه؟ العلم، العلم هو باب الفلاح. نعم. باب الفلاح الأول والأخير. يعني أيضا يقول البشير الإبراهيمي من كلمة جميلة أجدها من عيون تجليات كلامه، يقول رحمه الله: العلم 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 أيها الشباب، لا ينهينكم عنه شيخ ينفخ في ميزاب أو داعية يدعو إلى الانتخاب. نعم. فهو كان يعيب على من يستنفذون طاقات الشباب في وضعهم في الخط المباشر مع في العمل السياسي. نعم. نعم. ويرى ان الصلاح وان الحق في ان يستعمل الشباب او تستنفذ طاقات الشباب في العلم اول، في بناء الوعي والعلم اولا، ثم يتصدرون هذه الواجهة. أحسنت إجابة. الآن لابد أن نخرج إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، بعده نواصل ما تبقى من هذه الحلقة رفقة شاعرنا. لا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، عودة إلى شاعرنا. هنا ضيفنا في الأستوديو الشاعر حذيفة الجابري من الرقة في سوريا، وأنتم قريبون من العراق وهناك مشتركات لغوية ولفظية. هل هناك أيضا مشتركات في بعض العادات والتقاليد؟ ما الذي تعرفه في هذا الموضوع؟ نعم صحيح، ونشترك في اللهجة بشكل كبير جدا، يعني حتى عندما أتحدث بلهجتي الكثير يظن أنني عراقي، أن لهجة الشام مختلفة جدا. واعتقد ان الشام هي اكبر دولة عربية تمتلك تنوع في اللهجات. نعم. من المشتركات ايضا بيننا وبين البلد الشقيق العراقي من العادات اللباس مثلا. نعم. نشترك معهم في لبس ما نسميه القلابية والشماغ والعقال. نعم. وجد الكثير من العادات التي نشترك معهم فيها. نهر الفرات، ما الذي يعنيه لك؟ نهر الفرات من المشتركات أيضا؟ طبعا طبعا. ومن المشتركات الشعرية كذلك؟ ستجده حاضرا كثيرا في شعري. خذنا إلى قصيدة جديدة وإلى عناق من نوع مختلف. من نوع مختلف. نعم تفضل. هذه قصيدة رثائية مرثية في الحاملين جراح أمتهم. تفضل. أقول: عناق الموت منظره مهيب، ورأي السيف أعوجه مصيب، ورمحك لا لسانك يا ابن ديني فصيح القول منطيق خطيب، وإني شاعر أنأى بشعري بأن تغريه في الغزل اللعوب، وإني شاعر ولا قبلي ولكن اللظى وهم لهيب، إذا طلبوا القريض يجيء كرها وطوعا إن أشرت له يجيب. الله الله.
فذاكرني الحماسة والمراثي فإن الشعر أدناه النسيب. ولا أرضى به بالسيف عدلا فقول الشعر أخصبه جديب. وذكرني لنا في الشام قتلى على أجداثهم رفع الصليب. أتت برا وجوا في جيوش تضيق بهم شمالا والجنوب. الله. فخاضتنا على وجل طحون وخضناها إباء لا نؤوب. وصاح أخو الفوارس ذات بأس أجيبوا داعي المولى أجيبوا. فكسرنا حديد السيف طعنا وذوبنا به ما لا يذوب. ضربناهم بكل فتى عبوس تزول على مجنته الكروب. وجئناهم نجر الموت جرا له من بطشنا فيهم نصيب. فما لبثت أن اشتدت رحاها ليدبر عن أحبته الحبيب. فما لبثت أن اشتدت رحاها ليدبر عن أحبته الحبيب. وواحدنا على عرجاء يسطو يخف به مقارنة عسيب. كأنهم إذا يسطو عليهم شياه بيض شتته النذيب. فزر للروس مقبرة بحمص شكت ظمأ فروتها الحروب. فزر للروس مقبرة بحمص شكت ظمأ فروتها الحروب. وسقينا السباع دما حلالا كأن مكان فائضه القليب. وأشبعنا القشاعم بالعوالي لحوما من جسومهم تطيب. إلى أن لم يعد في الحرب بد لأمر قد طوته لنا الغيوب. فإن ضاقت على الأشراف أرض فباطنها بمن ضاقت رحيب. الله. فإن ضاقت على الأشراف أرض فباطنها بمن ضاقت رحيب. فما للقتل أرثيهم ولكن لثأر تقشعر له القلوب. جميل. نأى الحي الذين يطير منهم على ما كان من فزع ركوب. نأوا يا صاحبي وبقيت فردا وما عيش لمنفرد يطيب. نأوا يا صاحبي وعفت رسوم يخاتلني بمرآها النحيب. نأوا في ليلة أدركت فيها بأن العيش إثرهم معيب. وأن الليل من صحب الأعادي وليس غد لناظره قريب. وكانت ليلة ليلاء باتت جسومهم يعانقها الكثيب. كأن الزبرقان بها عليل أضر بحسن طلعته الشحوب. كأن سماءها وجه لثكلى ونجم الفرقدين به ندوب. كأن سماءها وجه لثكلى ونجم الفرقدين به ندوب. كأن الطير عاكفة عليهم نوائح عكف ولها نحيب. كأن النهر إذ أجرى دماهم سماء خاض زرقتها المغيب. كأن الصخر لو أرعيت سمعا مرملة يظل لها وجيب. عليهم نكس الإحسان رأسا وظهر المكرمات أسا حديب. أعيذك يا أبي الضيم ألا يشيبك في النوائب ما يشيب. أعيذك يا أبي الضيم ألا يشيبك في النوائب ما يشيب. الله، ما أجمل هذا النص يا حذيفة. أعطنيه لأسألك سؤالا. ربما للمتصفح قصائد حذيفة الجابري يرى أنك شاعر معاركي. نعم. ألفاظك معاركية، كلها حربية، كلها حركة، فيها الكثير من المتناقضات، فيها الكثير من الاستشهادات اللغوية التي تنتمي إلى مدرسة الأصالة والتعمق في الأصالة اللغوية العربية. ما السر وراء ذلك؟ صراحة أعتقد أن السر السبب الرئيسي يعزى إلى تأثري بالمدرسة العباسية. نعم. بداية، ثم أني أحب الطريقة الجاهلية، الشعر الجاهلي المحسوس، لأن الشاعر الجاهلي والشعر الجاهلي بشكل عام يصف كل ما تراه عينه. نعم. بخلاف عندما تقدم الزمن والشعر في العصور العباسية وما بعدها، عندما دخلت الفلسفات اليونانية والإغريقية. نعم. ودخلت الحكمة بشكل، الحكمة موجودة في شعر العرب منذ العصر الجاهلي، ولكن في العصور العباسية علم الكلام. يعني بالضبط علم الكلام، على ما فيه ما كان من بعض الالتباسات والخلافات وبعض صحيح الخلافات صحيح الكثيرة. هذا كان له أثر كبير على الشعر عندما
اختلطت الثقافة العربية بالثقافة الغربية. نعم. ودخلت الفلسفات وبدأ عصر الترجمة وبدأ يترجم من العربية إلى الإغريقية واليونانية والعكس. نعم. فأنا أحاول أن أنتهج نهج المتقدمين وهو يعجبني. تحويل المحسوس إلى متخيل، هكذا كان ديدا القدماء، اليوم تحويل المتخيل إلى محسوس. صدق. أو شيء الذي لا يمكن لمسه والإحساس به، تحويله إلى شيء أشبه بالكتلي أو المادي الملموس. طيب الآن نريد قصيدة من نوع مختلف، هل يمكنك ذلك؟ نعم، في نذهب إلى الغزل، ما رأيك؟ اغزل علينا تفضل، نسأل الله لا يكون غزلك معاركيا أيضا. لابد. تفضل. أقول: أفتانة العينين مائسة القدي، فدتك جميلات الأعاجم والكردي. المطلع مبشر، أعد مرة ثانية. أفتانة العينين مائسة القدي، فدتك جميلات الأعاجم والكردي، ومن ظاهروا القوم اليهود ونافقوا، ومن طبعوا من قندهار إلى نجدي. أعد أعد أعد. أفتانة العينين مائسة القدي، فدتك جميلات الأعاجم والكردي، ومن ظاهروا القوم اليهود ونافقوا، ومن طبعوا من قندهار إلى نجدي. بعدت وما أخطت سهامك موضعا، أيا حال من أرديت من أمد مجدي. ألا أجهزي فالروح ضاقت بنزعها، وليس سلوي عنك يبلغ بالجهد. لقد غاب عن عيني من قرتا به، فقد قرتا من بعد ذلك بالسهد. أغرك من أمر الهوى هزل بدئه، فأعقبه سعي أضرك بالجد. جميل. يلومونني أني الرشيد، وعلتي لتفصل أوصاف الرشاد عن الرشد. يلومونني أني الرشيد، وعلتي لتفصل أوصاف الرشاد عن الرشد. مخدرة أزرى بقلبي حياؤها، وأثملني الخمر المعتق بالخد. من الناعمات البيض كادت عروقها لتبدو خلال الجلد من رقة الجلد. من الناعمات البيض كادت عروقها لتبدو خلال الجلد من رقة الجلد. نعم. الله على هذا المعنى ما أجمله. تفضل أكمل. يريك نقي الوجه منها ابن خمسة، حديث خروج الماشيات من المهدي. دقيقة عظم الخصر والكشح ضامر، طويلة خيطان القلادة والعقد. تثنى كأدماء الظباء إذا مشت، وإن لحظت أدمت كفاتكة الأسد. وقفت وقد شطت بها العيس موقفا، تقرح من سيل الدموع به خدي. بلى إن أردت الشيء ثم حزت ضده، لقد حزت إن الشيء يعرف بالضد. أيقليك من يقليك من فرط حبه، يظن ادخار الود أحفظ للود. الله. فلو بالعقول الناس تعشق ضرها، إذا لم يزد قدر المحبة بالطرد. لعمرك لا يؤتى اللبيب من الحجى، ولكن قلب الحنك مأمنه المردي. تقلبني سلمى على الوصل والجفا، تقلب ما ترميه من حجر النرد. ولو عندها قلب جعلت فداءه، ولو عندها ما كان يجزئ ما أفدي. لها في حديث الحب منطق مسلم، وشيمتها في الوصل شيمة مرتدي. جميل. أعد أعد البيت. لها في حديث الحب منطق مسلم، وشيمتها في الوصل شيمة مرتدي. فيا ربة الأخاذ حسن بيانه، ويا عذبة الريق المخلط بالشهد. هوينك بي إني إذا الوجد شفني، وعنفني قلبي ليزجره زهدي. هوينك بي إني الأبي على القلا، حقيق بأن ترعي نصيبك من ودي. وإني لا ألقى لنفسي مثيلها، وليس لها في الخلق أحسب من ندي. ولو كنت في دهر عزيز لخلتني، ولدت على متن السوابق والجرد. ولو كنت في دهر عزيز لخلتني، ولدت على متن السوابق والجرد. ولو أن ذي القرنين أبصر همتي، بها اعتاض عن زبر الحديد أو السد. الله. ولو أن ملهوفا دعاني لنجدة، للبيته لو كان في طرف الهند. ولو زارني ضيف وما ثم من قراء، نحرت له البكر المقدم من ولدي. وإني لوثاب إلى كل هيعة،
أرد وجوه الخيل إن خطرت وحدي، وأؤثر قول الحق إن كان علقما، وأؤثر قول الحق لو كان علقما، وأنفذ لو كلفت ناظرتي وعدي. وبي عفة الصقر الذي مات جائعا، ويأنف أن يقتات من جيف الوهد. يا الله. وبي عفة الصقر الذي مات جائعا، ويأنف أن يقتات من جيف الوهد. وما دلني علمي على هاته ولا، ورثت تكاليف المروءة عن جدي، ولكن نفسا كان مثلي ربها تبختر ما بين السيادة والمجد. ولكن نفسا كان مثلي ربها تبختر ما بين السيادة والمجد. هذه السيادة وهذا المجد، هذان أو هاتان القيمتان الساميتان تليقان بصاحب هذه القصيدة. أحسنت قولا يا حذيفة. إذا أردنا الآن أن نسألك سؤالا غريبا إلى حد ما، سأطرح عليك 5 مفردات وتعطيني معنى كل مفردة انطلاقا من تجربتك الحسية بما لا يزيد عن 3 أو 4 كلمات. لا أريد المعنى الدارج لهذه المفردة، وإنما أريد المعنى الذي يمثلك بشكل شخصي. اتفقنا؟ اتفقنا. دعني أعقب على كلامك قبل أن تقول لي الكلمات. يعجبني اقتباس لأديب كندي على ما أعتقد. ماذا يقول؟ يصف الشعراء، يقول الشعراء هم جنود ثائرون على الحدود، على التعريفات الضيقة للكلمة. أحسنت يا حذيفة. والمفردة الأولى الحدود، انطلاقا من إجابتك واستحضارك لهذه العبارة الشهيرة لقائلها. الحدود ماذا تعني لك؟ الحدود باختصار، قل ما يدور في ذهنك الآن. الوهم المعلق على أطراف مدننا. المساحة. المساحة. لا تتردد كثيرا، قل ما جاء في بالك الآن، قل العبارة التي يسيفك بها دماغك. ما تستطيع أن تثبت به نفسك. عدسة النظارة التي ترتديها. ماذا تعني لك؟ والله تعني لي أنني أستطيع أن أنظر بها أفضل من دونها. جميل هذا الرد البسيط. طيب إذا أردنا أن نتحدث عن الخطوات. ما الذي تمثله الخطوات لحذيفة؟ أراك تتردد وتفكر كثيرا قبل إجابتك، لماذا؟ قل ما جاء في بالك الآن دون تردد. الخطوات. الخطى، ما الذي تعنيه لك الخطى أو الخطوات؟ مزيد من التيه؟ أم هي فرصة إلى الوصول؟ إنها هذه الكلمة بالنسبة لي تبعث على الأشجان، لأنها لها مدلول على الخطى، على الماضين، على الذاهبين، على خطى الذين فقدناهم، على من تحاول أن تبلغ ما بلغوه وما أنجزوه وما فعلوه وما صنعوه. نعم. وما تركوه من أثر. إذا قلنا الآثار الباقية من الذين مضوا. تراب الرقة، ما الذي ينهي لك بأقل من سطر؟ بكلمة، المسك. جميلة هذه الإجابة، وإجابة جدا موفقة. طابت روحك مسكية عن برية. إلى القصيدة الختامية للأسف، ماذا ستقرأ علينا كمسك للختام مما تبقى من نصوص؟ طاب مسعاك يا سيدي. اقرأ ما تحب. سنبقى في الغزل. تفضل. أقول اليأس للصبر قطعا يضمر الحنق، اليأس للصبر قطعا يضمر الحنق، فكيف ذان على إضرامك اتفق. لا يكتب الشعر إلا كل محترق، والعود أطيب ما يأتيك محترقا. يا الله يا الله، جميل جدا. لا يكتب الشعر إلا كل محترق، والعود أطيب ما يأتيك محترقا. يا من تآلف فيه كل مختلف، وكل ضدين في إيهامه التصقا.
حتى ما تسعى بدرب ليس آخره إلا السراب، إذا أدركته طفق. لا كالمشوق الذي يخفي تشوقه، الماء والنار في أحشائه اعتنقا. يا الله. لا كالمشوق الذي يخفي تشوقه، الماء والنار في أحشائه اعتنقا. يا ناعس الطرف إن ذقت الهوى فأشح، لطفا بطرفك عمن بالهوى شريقا. من عاذري من ظلوم راح يكتبني شعرا، وأكتبه الأجفان والحدقا. يبث في الناس سحرا لا مجاز به، يبث في الناس سحرا لا مجاز به، ألفاظه الشعر لكن فعلهن رقى. تلقي عصاها فتلقف كل ما نظموا، وكل ما نظموا منها قد استرقا. فكلما صرعت بيتا صرعت به، وفوق قلبي ما قد طابقت طبقا. كنا وهم والليالي البيض سامرنا، ولا نرى أبدا للدرب مفترقا. يخوننا الوقت أن نقضي لبانتنا، والليل أقصر مقضي بمن عشقا. يا دهر عدبي لوصل لا ارتياب به، يا دهر عدبي لوصل لا ارتياب به، فأستعيض برشد الغي والحمقا. يا دهر عدبي لوصل لا ارتياب به، فأستعيض برشد الغي والحمقا. أنا وأنت ولا واش يراقبنا، قلبي وقلبك والباب الذي استبقى. الله الله. أنا وأنت ولا واش يراقبنا، قلبي وقلبك والباب الذي استبقى. وليشهدن الهوى ما قد من دبر، هذا القميص الذي خلفته خرقا. وليشهدن الهوى ما قد من دبر، هذا القميص الذي خلفته خرقا. هذا القميص سيبقى عزيزا وفيه من رائحة المسك ما يرد الأعمى بصيرا، ولا شك في ذلك. حذيفة الجابري شاعر السوري المميز حقا. مر الوقت سريعا، انتهت الحلقة. أشكرك جزيل الشكر على تشريفك لنا في هذه الحلقة من بيت القصيد. حياك الله، سعدت بك وبهذا اللقاء جدا الجميل أستاذ مصطفى. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم ورفقة شاعر متألق جديد. وحتى ذلك الموعد، لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.